Hello, welcome grade 1. Step ahead, unit 19. Mrs. Basant. يلا بينا نقرا الفوكاب مع بعض. Walk, walk. Sleep, sit. Count, wash. Read, run. Write, write in W silent. Eat, jump, stand, paint, cry, spell, drink. هقولهم تاني. Walk, sleep, sit, count, wash, read, run, write, eat, jump, stand, paint, cry, spell, drink. كل كلمة منهم يا ولاد مكتوب جنبها معناها بالعربي. ياريت نحفظ الكلمات ديت ونعرف كمان المعنى بتاعها. اي حد مش عارف ينطق حاجة ممكن يقولي وانا هرد عليه الفيديو الجاي. تعالوا نشوف الجرامر بتاعنا النهاردة. سؤال سهل جدا اللي هو yes or no questions، الاسئلة اللي بيس ونو. نمبر 1 او اول حاجة عندي is she او هي، بعد كده بيجي وراها verb ing. لما is بتيجي في الاول يا ولاد بيكون معناها هل. اول سؤال is she walking، هل هي تمشي؟ جاوبت بالموافقة فقلت yes وعملت cross بدل is she، she is، حطيت في الاخر full stop. بعد yes و no بحط كومة. تعال نشوف السؤال اللي جنبه is he sleeping، هل هو نائم؟ هجاوب بنو no واعمل cross برضو بدل is he، he is not، No he isn't. تعالوا نحل exercise عشان نتدرب عليهم اكتر. Question number 1 finish، املأ الفراغات بالكلمة مناسبة. Number 1 no عشان not في الاخر، he is not. She writing، هسأل ب is. Is she writing، هل هي تكتب؟ He is verb to be، هختار الverb في ing. في الصورة عندي ولد بيقرأ يعني reading. Answer، جاوب is she walking، هل هي تمشي؟ هو كتب لي كلمة yes، هقول yes she is، أيوة هي فعلا بتمشي. Number 2 is he painting، هل هو يرسم أو يلون؟ No he is not. 3 is she crying، هل هي تبكي؟ هجاوب بنو No she is not، برضو عملت cross بين أول كلمتين. Exercise match، وصل. Number 1 sleep، ينام. 2 run، يجري. run. 3 cry، cry يعني يبكي، يعيط يعني. cry يبكي. بعد كده الاكسرسايز اللي بعده عندي complete، اكمل. he is not وعملي كومة، قلت لما يكون في كومة قبلها yes او no. طب في الاخر not، يبقى هكتب مكانها كلمة no. no he isn't. Number 2 she not crying، طبعا she بيجي بعدها is، verb to be she is. correct، صحح الخطأ. he are painting، طبعا are غلط تحتها خط، هكتب بدلها is، he is painting. are she walking، مينفعش are وعملي تحتها خط هي غلط، بدل are هتبقى is، بس عملت ال i capital لان انا بادئ بيها اول حرف capital letter. exercise match، number 1 read يقرأ، 2 run، run يجري، 3 sleep ينام، copy اكتب بخط جميل، is he standing معناها هل هو واقف يعني،